مشاهدين تشبيه قناة شو تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدربضة، بالضبط بوسط المدينة، حيث ستسير بين جوج ديال الدراجات نارية على الفور. تدخل ديال رجال الأمن الوطني والوقاية المدنية. الصدام بين جوج ديال الدراجات النارية، تدخل على سيارة الأمن الوطني ورجال الأمن المدنية، إذا كيرفضوا أنهم يمشيو بسيارة إسعاف. أنتم كتشوفوا رجل الأمن طلب منهم أو سولهم واش غتمشيو مع سيارة إسعاف، قال لهم لا، هو رجع سيارة ديال النجدة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني والتابعة للمنطقة الأمنية وفردية مدينة الدربضة. تحية كبيرة لرجال الأمن الوطني على المجهود الكبير اللي كيقوموا بها للتدخلات العاجلة والنجاعة ديالهم هنا بمدينة الدربضة وليل الدربضة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، لو تشوفوا هذه الفيديو